أي قطار سيلحق بالمستقبل القريب؟ قطار الولايات المتحدة المنهك بالاقتصاد وكورونا أم قطار الصين السريع؟ هكذا عنونا لهذا الموضوع. موضوع الحلقة الرئيسي يدور حول القصة من بدايتها في بيان الصين حول قمة مجموعة السبع، فيه دانت الصين البيان المشترك الذي أصدره زعماء مجموعة السبع في ختام قمتهم التي انتقدت فيها بكين أو انتقدت في عدد من القضايا وصفت بأنه أو وصفتها الصين بأنه تدخل صارخ في الشؤون الداخلية لبلادها. بدورها اتصالت حثت المجموعة على الكف عن التشهير بها، هكذا قالت. كان قادة المجموعة وجهوا انتقادا حادا إلى الصين على سجلها كما المعتاد في حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ المسلم، ودعوا إلى الحفاظ على قدر كبير من الحكم الذاتي في هونغ كونغ. شددوا في كلمتهم في ختام قمة مجموعة السبع على أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وكلها قضايا في غاية الحساسية لبيجين. الرئيس الأمريكي في بداية القصة كان قد جاء إلى القمة بخطة مسبقة قالوا أنها لمواجهة الصين ومحاولة احتواء روسيا، وهو ما أسماه بالبديل الديمقراطي لمشروع الصين الحزام والطريق لتقديمه إلى الدول النامية. هذه هي الولايات المتحدة، هذا البديل حتى تبتعد الدول عن الشراكة مع بيجين. وطرحت في إطارها مجموعة السبع خطة بديلة للبنية التحتية للدول النامية التي تنافس مبادرة الحزام والطريق. سؤالنا الأول، هل تنجح خطط واشنطن مع مجموعة السبع في كبح جماح الصعود الجامح للصين اقتصاديا وعسكريا؟ السؤال الآخر، ما هي ردود العملية من الصين على هذه الخطط التي تستهدفها، وإلى أي قطار؟ هذا هو طرحنا الأول، ستلحق هذه الدول في المستقبل القريب، الصين لوحدها أم الولايات المتحدة ومعها أوروبا باقتصادها المنهك؟ هذه هي أسئلتنا، ملتقانا بعد قليل في تفاصيل مضامين هذا الطرح، ابقوا معنا. جولة جديدة من المحادثات في فيينا تجرى بين إيران والقوى العالمية من أجل إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015. عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني كبير المفوضين الإيرانيين في المحادثات قال إنه من المتوقع أن يواصل المشاركون المشاورات بشأن إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وضمان التنفيذ الكامل والفعال لهذه الاتفاقية. ومن ناحية أخرى قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن الخطوة الأمريكية لرفع العقوبات عن 3 مسؤولين إيرانيين سابقين لا ينظر إليها على أنها إشارات حسن نية، لا سيما عندما تقترن بإرهاب اقتصادي متجدد داعيا إلى رفع العقوبات بشكل فعال وليس انتقائيا. كانت الولايات المتحدة قد أعلنت رفع العقوبات المفروضة على 3 مسؤولين إيرانيين سابقين وشركتين كانتا تتاجران في البتروكيماويات الإيرانية، وهي خطوة وصفها مسؤول أمريكي بأنها روتينية، لكنها قد تظهر استعداد الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات عندما يكون لذلك ما يبرره. وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض العقوبات التي قلصت صادرات النفط الإيرانية، وردت إيران بانتهاك القيود المفروضة بموجب الاتفاق على برنامجها النووي. إلا أن الرئيس جو بايدن قال إنه يرغب في استعادة القيود المنصوص عليها في الاتفاق النووي وتمديدها لو أمكن لتشمل قضايا مثل تصرفات إيران الإقليمية وبرنامجها الصاروخي، بينما ترغب إيران في رفع كل العقوبات وعدم توسيع الشروط. قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن عبوتين ناسفتين منفصلتين استهدفتا شاحنتين صغيرتين في حي تقطنه أغلبية شيعية في العاصمة الأفغانية، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 6 آخرين. ووقعت الانفجارات في منطقة قرب حي غرب كابول، حيث أودت هجمات مماثلة على حافلات في خلال شهرين بحياة 100 قتيل. أفرجت السلطات في هونغ كونغ عن الناشطة المؤيدة للديمقراطية أجنس تشاو بعد أن قضت نحو 7 أشهر لتحريضها ومشاركتها في تجمع غير مصرح به خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2019.
كانت الناشطة البالغة من العمر 24 عاما بمشاركة اثنين آخرين من النشطاء قد برز دورهم خلال احتجاجات عام 2014 التي طالبت بحق الانتخاب العام. وأسس الثلاثة مجموعة ديموساستو للديمقراطية عام 2016 والتي تم حلها بعد ساعات من إقرار بكين قانوناً مثيراً للجدل للأمن القومي لهونغ كونغ العام الماضي، واعتقلت بموجبه تشاو للاشتباه في التواطؤ مع قوى أجنبية. في الصين لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 138 بينهم 37 حالتهم خطيرة جراء انفجار أنبوب غاز في منطقة سكنية بوسط البلاد، وقامت السلطات بإجلاء 150 شخصا بعد الحادث الذي وقع بمدينة شيان في إقليم هوبي وأدى إلى انهيار مبنى يستخدم كسوق للمواد الغذائية. حثت الخارجية الصينية الولايات المتحدة وروسيا اليوم على خفض ترسانتهما النووية قبل أيام من اجتماع الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في جنيف، وأشارت إلى أن المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في فيينا في مرحلتها الأخيرة، مضيفة أنه يتعين على أطراف الاتفاق النووي المبرم في 2015 مضاعفة الجهود الدبلوماسية لإعادة الاتفاق إلى مساره. كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق عام 2018. تبدأ اليوم محاكمة زعيمة ميانمار المنتخبة أونغ سان سوتشي بالتزامن مع رفض المجلس العسكري الذي أطاح بحكومتها انتقادات مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن استخدامه القمع الوحشي ضد المتظاهرين. ومن المقرر أن تمثل سوتشي أمام المحكمة بتهمة حيازة أجهزة اتصال لاسلكية غير مرخصة، فضلاً عن اتهامات أخرى أكثر خطورة من بينها خرق قانون الأسرار الرسمية واتهامات بقبول رشاوى من رئيس الوزراء السابق في يانغون. وتشهد ميانمار اضطرابات منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة في الأول من فبراير الماضي واحتجازه سوتشي وأعضاء بارزين آخرين في حزبها، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات يومية. قالت الصين في صدامها الكلامي حتى هذا التوقيت مع الولايات المتحدة ومع من لف لفها، قالت أن الأيام التي كانت تقرر فيها مجموعة صغيرة من الدول مصير العالم قد ولت منذ فترة طويلة. هذا هو تعليقها على بيان الختامي لقمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى، تحديدا في تصريح الولايات المتحدة بشأن إيجاد ما أطلقت عليه بديل ديمقراطي إلى هذه الدول التي تتعاون مع الصين، لكن الحديث يصل إلى مدى أبعد. هل بالفعل حسب ما أعلنت الصين أنها نجحت في اختراق دول أوروبية كانت حليفة بالسليقة مع الولايات المتحدة، أم أنها ستبدأ المواجهة مع بداية ولاية جو بايدن من نقطة الصفر كما بدأتها مع سلفه دونالد ترامب؟ أهلا بكم، باسمكم اسمحوا أن أحيي الدكتور ضياء حلمي، وهو الخبير في الشأن الصيني معلقا على كل ما تقدمنا به في إطار هذا الصراع القديم الجديد. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك. دكتور، كلام أمام كلام، هل هذا ما تمتلكه الصين؟ لا، الحقيقة لا، لأنه من يقرأ التصرفات الصينية والشخصية الصينية في 50 سنة الماضية يجد أن الصين مقلة في الكلام، هي مقلة جدا، وبالعكس هي تعمل بطاقة 90% من الفعل و10% كلام. هذا التصريح الذي أثار العالم كله أمس وكل وكالات الأنباء هو لأنه تصريح صادم ولكنه مقتضب وقصير، وليه جزء تابع ما حدش حط عليه النور، إنما هو جزء مهم جدا اللي هو قال، ولكن يعني نفس المتحدث اللي هو باسم السفارة الصينية في لندن قال ولكن إحنا يجب إن إحنا نتعاون مع بعض كدول، وما فيش حاجة اسمها دولة غنية ودولة فقيرة، دولة كبيرة ودولة صغيرة، دولة قوية ودولة ضعيفة. يعني التصريح ليه بقية، ولكن التصريح الأولاني هو مقتضب، هو ليس كلام قصاد كلام بل بالعكس. هل بترى أن خروج متحدث من لندن، خاصة وأن القمة كانت في كورنوول في بريطانيا في ويلز، الصين لم ترغب في أن تضخم من الرد على ما قام به جو بايدن؟
بل بالعكس سيدي الفاضل، الصين تعمدت أن يكون هذا من وجهة نظري الرد من السفارة الصينية في إنجلترا، حتى يوجه الكلام مباشرة إلى الجي 7، مجموعة السبع. ودي تعتبر الحقيقة صدمة كانت مفاجأة للدول أوروبا وأمريكا اللي حضروا قمة السبع، ولكنها لم تكن مفاجأة لي لسبب. نفذ صبر الصين على أن تتهم تتهم تتهم، وبدأت بقى في التصعيد قليلا فقليلا، ولكن هذا التصعيد كلامي يواكبه أعمال عمل. يعني الصين راحت المريخ والراجل اتصور وحطت قمر صناعي حديث وتفعل أشياء كثيرة على الأرض، وأنا معي أرقام لا تكذب بأن الصين تطورت. ماذا تقول هذه الأرقام؟ الأرقام بتقول أن الصين حجم اقتصادها ضخم للغاية، وأنها في المرتبة الأولى في مجموعة قمة العشرين إذا صنفنا العشرين دولة، هي واحد، والاتحاد الأوروبي مجتمعا اثنين، والولايات المتحدة ثلاثة. عندي رقم تاني بيقول ان الصين، وده رقم خطير، في براءات الاختراع الصين سجلت في 2020 69,000 براءة اختراع، في حين ان الولايات المتحدة الامريكية التي كانت تفخر دائما بانها المبتكرة والانوفيشن والكرياتيفيتي 59,000 فقط. وبالتالي 10,000 زيادة في تكنولوجيا جديدة، اذا الصين لا تقلد فقط. فكرة العودة الى سؤال حضرتك، لان دي جزئية فعلا مهمة، لماذا سفارة الصين في إنجلترا وقمة السبع في إنجلترا وردا على رئيس الولايات المتحدة والدول الصناعية الكبرى؟ يعني الأمر أنه بيقول له سوف أرد الصاع صاعين، يعني بالعكس ده تصعيد. هو لو كان طلع البيان من بكين كان سيصبح أقل حدة، ولكن هو طلعه من هنا فوجه أنظار العالم كله، أنا برد على بيان قمة السبعة، أنا برد على الدول اللي بتقول أن الصين مش موجودة. يعني حضرتك أنا عايز أقول أن الأمر بمقامه وليس استصغارا أن ترد بسفير على رئيس الولايات المتحدة وأكبر سبع دول صناعية في العالم؟ لا، دي برضو جزئية مهمة. هو ما ردش من الرئيس شي جين بينج، ودي تدي يعني نوع من الاستضعاف، بدليل أن الجملة نفسها بتقول إيه؟ أن الصين بتقول الأيام التي كانت تقرر فيها مجموعات صغيرة، وهو يتحدث عن مجموعة السبعة ودول صغيرة، مصير العالم ولت وانتهت. فراح خلى الرد على لسان مش السفير كمان، المتحدث باسم السفارة، لا هذا مقصود انه يرد عليهم، ده يرد من جغرافيا من السفارة الصينية في بريطانيا. وهذا يعني رسالة، طبعا التقطت الرسالة الولايات المتحدة وحلفائها. ما هي الرسالة؟ ان الصين لن تسكت مرة اخرى على اي صدام، وانها جاهزة في لعبة شد الحبل الى ابعد مدى وعض الاصابع. هتأذيني هأذيك، هتشتمني هشتمك، هتهاجمني هأجمك، هتلم الدول ضدي هلم دول ضدك، خلاص. إذن المسألة أصبحت فيها ندية، وهي ندية متوقعة الحقيقة. بالعكس ده الصين تباطأت في هذه الندية من أيام دونالد ترامب. كانت أمريكا بدأت الحرب التجارية وتعمل عقوبات وضغوط ب70 مليار الصبح دولار، الصين بالليل تعمل برضو ضغوط على السلع الأمريكية ب70، وبالتالي لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. دلوقتي بقى قال لك لا، ده أنا هصعد بقى كمان، لن أسمح. الولايات المتحدة لم ينكر جو بايدن أن علنا من يوم ما قابل في فبراير، وهو جه في يناير قابل رئيس وزراء اليابان وطلعوا بيان ضد دولة ثالثة مش بتحضر المحادثات، أنه يجب على أمريكا واليابان أن يتحدا في التكنولوجيا ضد الصين. والصين طلعت بيان استنكرت وقالت ده في عدائية شديدة، احنا بنحضرش المباحثات، اتفقوا تجاوبوا اعملوا استثمارات سوا اعملوا تعاون، لكن ليه بتجيب سيرة الصين؟ زاد الموضوع بقى هو في يونيا انه هو بيقول لك لا، ده احنا لازم نتحد مجموعة السبع، وحتى رئيس وزراء كندا ضد الصين، ولازم نطلع حل مضاد لفكرة الحزام والطريق وهذه المبادرة التي قيل قبل كده دي سياسية، دي مقصود بها أن يسود الصين العالم. رجع تراجعت الولايات المتحدة اهي وقال لك طيب روح بقى على حاجة تانية. طب هونج كونج مش شغالة مش بتكسب الحكاية، قال لك طب شينجيانج القلة الأقلية المسلمة، طيب بحر الصين الجنوبي، كلها واضح أنها أمريكا بترمي قشر موز تزحلق الصين. ولكن أنا شايف أن هذه الأشياء لم تعد مناسبة للغة العصر، ولا يمكن أن توقف
تقدم الصين وتطورها التكنولوجي الهائل والاقتصادي والتجاري الكبير وهذه المبادرة التي أسميها شخصيا مبادرة القرن ما ينفعش توقفها بهذه الحيل. يعني ألا ترى أنك متعاطف مع المشروع الصيني؟ لا بالعكس، أنا حينما أتحدث بأرقام فأنا لا إنما أنا عندي وجهة نظر في إيه؟ إنما مش تعاطف. يعني التعاطف هو يمكن أن تتعاطف مع دولة فلا تقول الحقيقة كاملة، ولكن يمكن أن يكون لك وجهة نظر، ودي أنا بقولها من فترة طويلة، أن الصين هي القوة التجارية رقم واحد في العالم والقوة الاقتصادية، وبحلول 2030 سوف يكون هذا معلنا ويتم ارتضاءه من الولايات المتحدة وحلفائها. الأرقام الآن تقول أن الصين دولة متقدمة وكبيرة، وأن تجاهلها هو خطأ سياسي. أنا آسف أني أقول يعني غلطة الشاطر بعشرة، خطأ سياسي ساذج. كان الأولى والأفضل للولايات المتحدة وحلفائها أن تعترف بالصين قوة رابعة وتقعد جنبيهم، وقوة سابعة وقوة يعني قوة من القوى الكبرى، ولكن عدم الاعتراف. يعني إذا أنا جيت قلت لحضرتك النهاردة، لا النهاردة مش الاثنين، النهاردة الأربع، أمريكا بتعمل كده، ويفضل أجيب إثباتات وبعدين أجيب شهود أن النهاردة ما هو الاثنين. طب هل الولايات المتحدة، وأنا أسأل في غير التخصص ولكن نتحدثون عن وجهات نظر والقراءة التحليلية، استنادا إلى تصريح جو بايدن الذي كرر أكثر من مرة أن الولايات المتحدة تعود أو ستعود إلى قيادة العالم مرة أخرى، وهي لهجة لم تختلف عن دونالد ترامب وإن كانت أقل صوتا يعني أقل حدة وتصل بنفس الرسالة، ثم العدائيات، اختار جو بايدن الصين وروسيا وكرر دونالد ترامب الصين وروسيا وكلاهما وجهان مختلفان لذات العملة، إلى أي مدى تدرك الصين هذه المعادلة؟ الصين تدرك هذه المعادلة إدراكا حقيقيا منذ بداية دونالد ترامب في الحكم، وتعلم أن تردد اسم الصين والهجوم على الصين وعدم السماح لها بتكنولوجيا متقدمة. دكتور يعني نتمنى أن يختم هذا التصريح ما نتحدث بشأنه، جو بايدن يتحدث في بروكسل في مقر حلف شمال الأطلسي، لا نعلم لمن يوجه هذه الكلمة وهي مناسبتها، سنتابعها ونعود. فريقان سيستمران في المحادثات، وأنا واثق بأننا سنحقق تقدما حقيقيا بين تركيا والولايات المتحدة. والآن أود أن أشكر طبعا الأمين العام ستولتنبرغ لقيادته لقمة نيتو الناجحة جدا. وبعد المحادثات، محادثات اليوم بين الدول الثلاثين، قلت بأننا نواجه أزمة إنسانية كبيرة وأيضا تهديدا للمبادئ الديمقراطية التي توحد تحالفنا وتزيد الضغوط علينا داخليا وخارجيا. روسيا والصين طبعا تريدان أن تحدث شرخا في تضامننا، ورأينا أيضا العديد من الهجمات السيبرانية الخبيثة، ولكن تحالفنا لا يزال ذا دعامة قوية، وأمننا المشترك يمكن أن يستمر في البناء عليها. وأنا أوضحت بكل تأكيد بأن التزام الولايات المتحدة بالمادة الخامسة من معاهدة الناتو قوية وصلبة ولا تهتز، وأيضا هو التزام مقدس بالنسبة إلينا. الناتو يقف كله معا، هذا بهذه الطريقة واجهنا كل التحديات في الماضي، إنه قوتنا ومع واجهة التحديات المستقبلية، وهناك العديد منها، والجميع في تلك الغرفة فهموا طبعا تقديرنا المشترك وبكل صراحة بأن الولايات المتحدة عادت. تحدثنا عن التحركات العدوانية لروسيا ضد الناتو وضد أمننا المشترك، ولهذا فإنني التقيت مع بوكارست 9 قبل القمة، واليوم أيضا قابلت الدول البلطيقة ثلاثة، إستونيا وليتوانيا ولاتفيا، وتشاركت معهم وقلت لهم بأنني ما سأقوله للرئيس بوتين هو أنني لا أتطلع لنزاع مع روسيا، ولكننا سنرد إذا استمرت روسيا في هذه التحركات والنشاطات، ولن نفشل في الدفاع عن حلف الناتو، فنحن نقف من أجل مبادئنا الديمقراطية
الدولية كحلفاء أيضا أكدنا التزامنا واستمرارنا في دعم سيادة تركيا ووحدة أوكرانيا ووحدتها. وطبعا سنتحدث عن الرادع النووي والاستقرار الاستراتيجي، وكان هناك إجماع قوي بين الزعماء في الغرفة في ذلك الاجتماع بشأن أفغانستان. فقواتنا ستعود إلى البلد، ولكننا اتفقنا بأن التزامنا الدبلوماسي والاقتصادي تجاه الشعب الأفغاني ودعمنا للجيش وللسلطات الأمنية في أفغانستان ستدوم. وأنا رحبت طبعا شركائنا الذين أدركوا بأن مكافحة الإرهاب ينبغي أن تستمر لنضمن بأن أفغانستان لن تكون مرة أخرى ملاذا آمنا لهجمات ضد بلدنا، وحتى مع طبعا قضائنا على الشبكات الإرهابية في إفريقيا والشرق الأوسط. وأنا طبعا سعيد جدا وممتن بأننا كتحالف فإننا قد وضعنا خطة حتى نواجه التحديات التي نواجهها اليوم وحتى في المستقبل، ليس الأمس. الناتو أجندة 2030، واتفقنا على أن نقوي ونعزز تلك الأجندة أو ذلك البرنامج. آخر مرة وضعنا خطة كانت في 2010 حين روسيا كانت تعتبر كشريك والصين لم تكن تذكر حينها. تحدثنا عن التحديات المنهجية التي تمثلها الصين لأمننا المشترك، واتفقنا بأن نفعل أكثر لتعزيز صرامة بنيتنا التحتية في العالم، ومن ضمنها الاتصالات وسلسلة الإمدادات وشبكات الطاقة. واتفقنا على تعزيز تعاوننا مع شركائنا الديمقراطيين في منطقة المحيط الهادي والهندي لمواجهة التحديات هناك، كما اتفقنا على سياسة دفاع سيبرانية وهي الأولى للناتو بالنسبة خلال 7 سنوات لنعزز تعاوننا لمواجهة الهجمات ضد شبكاتنا وبنيتنا التحتية الأساسية. واتفقنا أيضا على وضع خطة للأمن، وقبل سنوات لم يعتقد الناس أننا لنقوم بذلك، ومن وضع منشآت للناتو مواجهة أيضا التغير المناخي الذي طبعا يهددنا أيضا ككل. وأخيرا اتفقنا على إحدى المهمات المشتركة بيننا بتقوية ديمقراطياتنا، وقلت بأننا علينا أن نظهر لشعوب العالم ولشعوبنا بأن الديمقراطية يمكن أن تنتصر ضد تحديات وقتنا وزمننا وتسد حاجيات بلدنا ببلداننا. علينا أن نحارب الفساد، فهذا ما يقوينا ويحمينا ضد أولئك الذين يريدون قسمنا أو تقسيمنا، والاستثمار في تعزيز المؤسسات التي تحمي ديمقراطيتنا ومبادئنا، وأيضا حماية حرية الصحافة والقضاء. كل ذلك كان على البرنامج. هذا ما نؤكد من خلاله لدول العالم بأننا يمكن أن نواجه تحديات العالم ونحقق تطلعات وحاجيات شعوبنا. هذا طبعا سينظر فيه بعد 25 سنة ما إذا كنا قد وقفنا لنواجه التحديات، لأن هناك الكثير من الأنظمة الاستبدادية التي لا تريد أن ننجح، وخاصة في هذا العالم المعقد. وأقول بأننا سنبرهن بأننا كنا على حق، وسأخذ بعض الأسئلة. Thank you so much, sir. Good evening. You mentioned your sit down with Vladimir. لقد ذكرتم لقاءكم مع بوتين وأنكم ستتحدثون عن العدوان الروسي. قبل ذلك اللقاء، هل على الناس في الولايات المتحدة أن لا يتوقعوا كثيرا من هذه القمة؟ وهل يمكن أن تقول
كيف سيكون اللقاء ناجحا وما هي التنازلات التي تنوون الحصول عليها من الرئيس بوتين؟ لقد التقيتم الرئيس بوتين في السابق، ماذا تعلمتم عنه وكيف ستقاربون هذا اللقاء معه، وخاصة مع هذا الذي شغل في الكي جي بي والذي قلت بأنه ليس لديه روح؟ أقول لك حسنا، لقد كنت أقوم بهذا الأمر ولوقت طويل وسأستمر في القول بذلك. طبعا أنا لا أريد أن أقول بأنني سأتحدث وخاصة أمام الملأ وأمام خصم ومنافس، ويمكن أن يكون منافسا أو خصما. إذن آخر شيء أقوله هو أن أشرح لكم ما سأقوله، ولكن أؤكد لكم بأنني سأوضح للرئيس بوتين بأن هناك مجالات يمكن أن نتعاون عليها إذا اختار ذلك، وأن إذا لم يختار أن يتعاون وتحرك بطريقة التي تحرك بها في السابق فيما يخص الأمن السيبراني والنشاطات الأخرى، فإننا سنرد، وسنرد طبعا بكل تأكيد بالطريقة الملائمة. طبعا نحن سنبحث عن مصالحنا المشتركة ومصالح العالم وكيف سنتعاون، وسنرى إذا كان يمكن أن نفعل ذلك، والمجالات التي لا نتفق عليها سنوضح لهم الخطوط الحمر. فأنا التقيت فيه في السابق، نعم إنه ذكي وهو قوي، وأنا وجدت بأنه كما قلت بأنه طبعا خصم عنيد، ولكن الحقيقة بأنني سأكون سعيدا بأن أتحدث بعد اللقاء عما تحدثنا وليس قبل ذلك. نانسي كورتس، سي بي اس. Thank you, Mr. President. I also have two questions. لدي أيضا سؤالان بشأن فلاديمير بوتين. الأول، زعماء العالم الذين قابلتهم في هذا الأسبوع، هل عبروا عن قلقهم بشأن الرئيس بوتين وقالوا بأنك ربما ستكافئ الرئيس بوتين بلقائك هذا؟ ما هو سؤالك؟ أو سؤال ثاني، السؤال الثاني، ماذا سيعني لو أن أليكسي نافالني مات في السجن أو قتل؟ ماذا سيعنيه هذا بالنسبة إليكم؟ كل زعيم في العالم موجود هنا كعضو في الناتو تحدث اليوم، ومعظمهم شكروني لاجتماعي مع بوتين الآن. كل واحد منهم شكرني، وأعتقد بأن هناك ربما 10 أو 12 قالوا بأنهم سعداء بأنني سأفعل هذا وبأنني سأقوم بهذا الأمر، وأنا اعتقدت بأن هذا ملائم جدا، ومحادثاتي معهم كانت وعلى الملأ، قلت لهم ما هو مهم بالنسبة إليكم وماذا يعتقدون أنه ليس مهما. إذن الأمر المثير للاهتمام هو أنني أعرف، وأنا هنا لا أنتقد الصحافة، وأنا أعني هذا، أنا لا أنتقد، ولكن عموما أنتم ربما حكمتم مسبقا. هل ليس هناك أي شيء يقول بأن هذا ربما ليس مبكرا بما يكفي؟ الجميع الذين تحدثت معهم البعض ليس البعض منهم، ولكن زعماء الرؤساء طبعا لا يمكن أن يقفوا أمام زعماء آخرين ويقولون بأننا سعداء لأنكم تقومون بهذا. إذن هناك إجماع، وهم شكروني لأنني مستعد للحديث معهم بشأن الاجتماع وماذا سأنوي أن أقوله للرئيس بوتين. طبعا لم أجد أي اعتراض، ولكن كما قلت ليس في الاجتماعات التي أقمتها لم يكن هناك أي اعتراض. أما بالنسبة نافالني وموته، هذا سيكون مؤشرا آخر بأن روسيا ليس لديها رغبة أو لديها رغبة قليلة في احترام حقوق الإنسان الأساسية، وسيكون هذا مأساة، وهذا سيضر بكل تأكيد علاقة روسيا ببقية العالم في رأيي ومعي. جيف زيلني، CNN. Sir, good evening. Thank you.
In a weekend interview, Vladimir Putin في حوار أقامه الرئيس بوتين ضحك حينما قيل له بأنك وصفته بالقاتل، هل لا تزال تصفه بالقاتل؟ والسؤال الثاني، هل تعتقد بأنه إذا اتفق معكم على التعاون فما هي التحديات التي ستواجهونها؟ هل تثقون فيه؟ وكيف يمكن الوثوق به؟ وماذا ستقول له بعد ذلك؟ ردا على سؤالك الأول، أنا أضحك أيضا. حسنا، هو أوضح الجواب هو أنني أعتقد بأنه في الماضي اعترف بأن هناك أشياء كان ليقوم بها أو قام بها، ولكن حينما سئلت ذلك السؤال أنا رددت بصراحة وجاوبت بصراحة. أنا لا أعتقد بأن الأمر مهم جدا لمجتمعنا لاجتماعنا المقبل. والسؤال الثاني كان طبعا أنا سأتحقق قبل الوثوق. ينبغي أن نرى حدوث الشيء. الأمر لا يتعلق بالثقة، الأمر يتعلق بالاتفاق. وحين تكون هناك معاهدات مع خصومك فلا تقول له إنني أثق فيك، ولكن تقول له فيه هذا ما أتوقعه، وإذا انتهكت الاتفاق فإن الاتفاق قد انتهى. وأنا آمل بأن الرئيس بوتين سيتوصل إلى الاستنتاج بأن هناك مصلحة وحتى مصلحة بالنسبة إليه في تغيير المنظور الدولي تجاهه عما إذا كان سيتواصل وبطريقة تكون ملائمة وكرئيس دولة. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام. كما كنا نتابع هذه كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن من بروكسل من مقر الناتو، ذكر الصين من هذا المقر وقال ضمنا أن الناتو يقف كله معنا. كيف تفسر هذه التصريحات؟ هي تصريحات سبق الوقت أنها لا علاقة لها بالعمل على الأرض، ولكن بداية خشنة بعد 120 يوما من توليه السلطة. هي الحقيقة استمرار لتصريحات بايدن من أول ما جه، لأنه لا يجب الاستعداء الضخم وخلق عداوة مع الصين. لو لاحظت حضرتك تلاقي أنها يعني حرب معلنة، ما بقتش حرب يعني مدارية حتى ولا حتى مغلفة سياسيا، بقت علنية. وأنا اللي بيلفت نظري أنها اتهامات مختلفة ليس لها علاقة بعضها البعض. مرة الفيروس منشأه صيني والفيروس صيني، ثم مرة أخرى لا ده في معامل فوهان بدل الخفافيش، ثم مرة ثالثة الأقلية المسلمة في شينجيانج، مرة رابعة بحر الصين الجنوبي نريد حماية الملاح، مرة خامسة عذر خامس هونج كونج مش عندها حرية. أنا أرى أن مسألة حقوق الإنسان والحريات التي يؤكد عليها بايدن في كل خطاب ويريد أن يصور لنا الأمر وكأنه حرب بين الديمقراطيات الغربية وبين زي ما قال دلوقتي الحكومات الاستبدادية، أنا أرى أن ده خطاب عفى عليه الزمن، وأنه على الولايات المتحدة أن تبحث عن زريعة أخرى لأنها لم تعد مقنعة. يعني أصبحت وكأنك تلبس الطربوش سنة 2021، فالأمر بقى مثير للسخرية. مش هقول لحضرتك للنخبة السياسية والمحللين والاقتصاديين، لا لا، ده حتى للبسطاء والمتوسطين أدركوا. دليل حضرتك إيه؟ إن شعبية الولايات المتحدة في انخفاض، أنه لا يوجد عمل حقيقي على الأرض كما ذكرت حضرتك. وأنا أؤكد أن عمليا وبالأرقام، الأرقام تقول أن هناك دول أوروبية تتعامل مع الصين، أن هناك شركات أمريكية تتعامل مع الصين، وبالتالي لا، الوقوف عند تبادل الاتهامات لن يكون حلا، ليس مخرجا، لكن قد يكون زي ما ذكرنا قبل كده قد يكون تعطيلا لقضية واقعة.
ان الصين يعني تتقدم العالم اقتصاديا وتجاريا، ان حتى الدولار سيهتز كثيرا، ولكن هذا الامر يحتاج الى بعض الوقت. انا اقدرها في حدود 10 سنوات، 20-30 سوف تجد عالم مختلف. لكن الصين تقدمها التكنولوجي مذهل، وتقدمها التجاري كبير، تقدمها العسكري يقلق الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين. ولكن لما الرئيس شي جين بينج عمل زيارة لإيطاليا لفرنسا، عمل اتفاقيات وأبرم اتفاقيات بمليارات الدولارات. والآن تكشفت الحقيقة معلنة واضحة، أننا نريد كمجموعة السبع الدول السبعة أنها نقدم سيناريو آخر للدول النامية كبديل عن مبادرة الحزام والطريق. وحضرتك تتحدث أن ما قيل أو ما تصطلح عليه بأن شعبية الولايات المتحدة في أفول، وأن الولايات وأن الصين هي النجم القادم، ألا تعتبر أن من يطرح هذا الطرح كالمستجير من النار بالرمضاء، عفوا يعني كالمستجير من الرمضاء بالنار، يعني يذهب إلى ما هو ما يظن أنه أقل وطأة؟ كيف تقيم ده؟ وخاصة أن حين كانت الصين عاملا قويا، وحين كانت اليابان عاملا قويا التي ينظر إليها الآن نظرة مستضعف، أتحدث عن اليابان، كانت هي القاسية قديما كالولايات المتحدة في أفغانستان أو في العراق أو في الدول التي تسلط عليهم قوتها. هكذا التاريخ فعلا زي ما حضرتك تفضلت، دي نظرة أخرى وطرح جديد لزاوية أخرى. ولكن أنا شخصيا من وجهة نظري أطمئن للتعاون مع الصين لسبب بسيط. الصين في استراتيجيتها، في رؤيتها واضحة، الصين تريد أن تتاجر معك، أن الصين تتعامل من وجهة النظر هذا ما تمتلكه والعنوان الاقتصادي. لا، هذا هو وده مبدأها الدائم، لأنها لا تمتلك غيره. لا، هي لو كانت تريد المسائل اللي هي إذكاء الحروب، تسليح المتصارعين، كان يمكن هذا دأب الولايات المتحدة منذ بدايتها، ولكن بالزبط. ده مش نهج الصين بالزبط. أو لم تعتاد عليه بالضبط. هو ملعب حسم لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، فهي تحاول أن يعني تتجه إلى مساحة أخرى فقدتها الولايات المتحدة، هو التعاون الناعم. حسم أو ليه عبارة أخرى، أو لا تريد الصين كنهج؟ لأن الصين لما الناس في بعض الدول الأوروبية قالوا أن الصين حاول يصوره كالتاجر شيلوك المرابي، وأنه دي تجارة غير أمينة، وأنه سرقة تكنولوجيا وهكذا على الصين لكن أنا أقول حاجة، أن الصين كان يمكن أن تبيع سلاح، وخاصة للمتصارعين البسطاء في بعض دول أفريقيا البسيطة، في أماكن من آسيا، لكنها لم تفعل، لأن ده مش الشخصية الصينية. الشخصية الصينية هو الحزام والطريق، إيه؟ هو إحياء لطريق الحرير، كان تجارة برضو. إذن زي ما حضرتك تفضلت، الولايات المتحدة الأمريكية هي ترى أن الصراعات بين الدول يحقق مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وأحيانا تبيع سلاح للطرفين، وأن بيع السلاح عندها ياخد مرتبة كبيرة. طيب، لضيق الوقت أنا مضطر أقاطع، سامحني في ده، أنه هذا التلاسن، هذه المباحكة السياسية، تتوقع أن تستمر إلى أي مدى؟ هي محاولة طبيعية يجب أن نتوقعها، أن لا تستسلم الولايات المتحدة الأمريكية بهذه البساطة، ولكنها تعلم في قرارة نفسها أن ده مش الحل، وأنها تؤخر فقط تقدم الصين. وأعتقد أن هذه التلاسنات والأشياء التي نراها هنا وهناك سوف تستمر في حدود 5 سنوات حتى تبدأ الولايات المتحدة في قبول الصين كشريك في المقاعد الأولى في الصفوف الأولى من العالم، ولن تتنازل الصين عن هذا المقعد، والتي كانت تصف نفسها سابقا منها دولة نامية، تخلت عن هذه اللغة واللهجة وقالت أنها دولة كبيرة، دولة عظمى. حتى تقبل الولايات المتحدة طبيعي أن هذا يستغرق بعض الوقت، عدة سنوات، ولكن على الواقع الحقيقة أن الصين دولة اقتصادية قوية، دولة عسكرية قوية، وهذا ذكر في قمة السبع، أنها تتنامى عسكريا بقوة. يخشى الأمريكان من التقارب الصيني الروسي، لأن روسيا عسكريا قوية للغاية، والصين اقتصاديا قوية للغاية، فإذا وضعت الصين يدها في يد روسيا أصبح الدولتان قوة عظمى أكبر بكتير من الولايات المتحدة، لأن حلفاء الولايات المتحدة مش بالقوة لا الاقتصادية ولا العسكرية التي يمكن أن تواجه الصين وروسيا معا. ده أمر خطير. الدكتور ضياء حلمي، أشكرك، وأنت الخبير في الشأن الصيني، إذ كنت معنا وعلى هذا الحضور. الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام، هذه نقطة ختامنا، أنا تامر حنفي، أحييكم.